بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. كما لكم تشوفوا، كما طرحوا العنوان هذا يعني دريساج انه يوكل من اليد. يعني مش نحن نكذب عليكم اخوتي، ها عينيكم جن جديدة تسمى، وهيش صح، هيش صح صح دوك. وبعد الدوش بركك تشوف فيه شوية مقلبي، مي راهو هيش هيش يعني، و يعني حتى في الركحة تشوف فيها. ونحاولوا اليوم ان نوكلوه من يدينا. اوكي، ما راكم تشوفوا خاوتي، شوية ماني طوبة في يدي، يعني مانيش مجوع ولا كان فقط قاعد يدوش، كان عنده 45 دقيقة بلا أكل. وكي يأكل هكا من يدك وانت ما يقدر يوصل لها بلا ما يطلع فوق يدك، جبدها عليه شوية حتى يولي كيما نقولوا يطلع فوق يدك لتو. هاو شو قاعد يحاول يأكل بلا ما يقدم اليدي. نجبدها انا شوي. هايش هايش فرخ هايش. حتى يولي ما يوصلش، دونك لازم يطلع باه يوصل لي، فهمت؟ لازم يطلع فوق يدي هكا راهو ياكل لاباس، لكن لازم يطلع فوق يدي. الله يبارك ما شاء الله. ها يعني نقسم لكم بالله خاوتي، هذه ثاني مرة نحاول ندرسها، فقط اني جربت له مرة واحدة وهذه ثاني مرة. ها والله يبارك ما شاء الله، يأكل من اليد فرخ هايج، يعني هايج هايج جديد، ماشي يعني جديد على الدريساج. كاجر عنده قريب شهر، بصح ما يعني ما دريسيته ما قربت له. الله يبارك ما شاء الله، ياكل من اليد. يعني الدريساج حاجه سهله، وهذه اول مرحله، يعني بالعقيله راح نحاول نخرجه من القفص في يدي، بالعقيله راح نولي نعيط له يجي يولي يولف بالماكله وهكذا. يعني هذه برك اللي حبيت ننوه لها، انه الدريساج مش صعيب خاوتي، الدريساج كيما نقولوا صبر بركه، وتكون تعرف البومزين تاعك المقنين تاعك. والسلام عليكم ورحمة الله.